لا على فاقدين خير ولا ان شاء الله مفقودين باذن الله. باذن الله. طيب ابدا معاك واتكلم على اول حاجه النهارده، قرار الاتحاد المصري لكره القدم بعد توجهات الدوله طبعا مد التاجيل والارجاء الاحداث الرياضيه وتعليق مباريات كره القدم حتى منتصف ابريل. بص، هو القرار كان متوقع، المتوقع في العالم كله مش احنا بس، يعني كل الدول. المانيا قبل ما اجي بشويه اجلت، اسبانيا اجلت لاجل غير مسمى، ايطاليا لاجل غير مسمى، الدوري الانجليزي لحد 30 ابريل، يعني كل الدوريات، لان انت لسه الدنيا مش باينه قوي، يعني مش لسه مش واضحه، مفيش كره هترجع على الاقل قبل منتصف مايو. هو في قرارات مهمه جدا حصلت في العالم كله بتقول لك انه كله بيروح لفكره استكمال المسابقات المحليه مش الغائها، لان الغاء المسابقات المحليه في العالم هيبقى دمار شامل لكره القدم. مظبوط مظبوط، عقود ورعايه وفلوس، ويعني الموضوع هيبقى صعب جدا. فكله رايح لفكره الاستكمال مش الالغاء. مظبوط، الغاء دوره الالعاب الاولمبيه، فده هيدي فرصه انه تاجلها تاجلها لسنه، هيدي فرصه كبيره انه المسابقات المحليه، لان خلاص ما بقاش عندك توقف. اوروبا كاس الامم الاوروبيه تاجل، فخلاص ممكن الدوريات تكمل. فانما هتكمل امتى؟ لما يبقى في ميعاد معين لان العالم يرجع زي ما كان، يرجع قرية صغيرة زي ما احنا كنا زمان كل شوية نقول العالم بقى قرية صغيرة. العالم خلاص ده اللي بقى عالم، كله منفصل، كله منفصل عن بعض، كله منفصل عن بعض، ومفيش حد مع التاني. حتى الدول الأوروبية اللي بتجمعها حدود برية كتيرة كلها اتقفلت. خلينا نقول انه لما يبدأ يبقى في رؤية معينة لأي حاجة في العالم كله هنبدأ نعرف. انما اعتقد ان قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بيدي فرصة كبيرة قوي ان احنا نكمل المسابقات المحلية، ولكن لما نعرف بالظبط احنا هنوصل فين. الاسبوعين اللي جايين دول اسبوعين حاسمين في مصير الفيروس في مصر. نتمنى الناس تلتزم بالقرارات اللي طلعت النهارده وبحظر التجول، وما نشوفش الحاجات الغريبه اللي بتحصل، ونعدي على خير، لان الارقام لحد دلوقتي ارقام مش مفزعه. لو التزمنا الارقام هتقل، وفكره السيطره على الفيروس لو تم السيطره عليه خلاص الموضوع هيبقى ان شاء الله نقدر نتحرك عادي. على الاقل هتقدر البلد تتحرك في محيطها كويس، ونعدي المرحله الصعبه اللي احنا فيها دي. طيب تتفق معايا في فكره ان حتى نص ابريل، حتى نص مايو، حتى اول ستة والنشاط بدا او الكوره بدات، ما عندناش مشكله بالنسبه للدوري المصري؟ متعودين على التواريخ والمواعيد دي والاستثناءات دي على فكره. يعني العالم كله ممكن يكون بالنسبه له غريب شويه، لكن احنا تحديدا اعتقد فكره الالغاء دي اقل دوله ممكن تتكلم فيها هو الدوري في مصر تحديدا، او الدوري المصري. احنا بقى لنا سنين بنخلص الدوري في سبتمبر، احنا لاعبين اتنين سوبر في شهرين، في شهرين، يعني لعبنا السوبر في اغسطس والسوبر في يناير. فاحنا يعني احنا الحقيقه عادي بالنسبه لنا، الموضوع مش صعب يعني. بالظبط، بس هو الفكره ان انت ترجع تبدا النشاط، اللعيبه ترجع تاني وترجع مستواها. وخلينا نقول انه صعب جدا تقرر تلغي الدوري بكل العقود بتاعته، بعقود الرعايه، بعقود اللعيبه. يعني انت مثلا عندك الاهلي جايب لاعب زي رمضان صبحي بمليون و800 الف سنين انا ما اعتقد اعاره. فلو انت لغيت الموسم العاره خلصت، مين اللي هيعوض نادي لاعب ومين؟ يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. عارف في ظل كمان ايه؟ ان في اوروبا اكيد مواعيد القيد ونهايه مده عقود اللعيبه هتبقى ممتده. لا، اوروبا كمان عندهم حاجه اسمها بطاله، وفي في العقود في حاجه ليها علاقه بالبطاله، فهيبقى في تعويض من الدول. احنا ما عندناش الكلام ده في العقود بتاعتنا، فاعتقد انه الموضوع هيبقى صعب جدا عندنا. انا اقصد ان حتى مثلا في اوروبا ما فيش نادي يقول لك خلاص العقاره انتهت فاللعيب يرجع لي. لا، هو الدوري جاي من الفيفا، الدوريات في اوروبا اعتقد مش هتخلص قبل شهر 7. مظبوط، اعتقد ان هي هتتمد لسبعة لو صدر القرار باستكمالها. واعتقد انه كله في العالم رايح لفكره انه يكمل. هو الموضوع اللي في ايطاليا بس هو اللي صعب، ولكن برضه بيفكروا يستكملوه. نابولي ولاتسيو كانوا عايزين يرجعوا للتمرين النهارده، بالظبط، تراجعوا اخيرا. فالموضوع اعتقد انه فكره تاجيل الدوري الاولمبيه بقت ادت مساحه وقت للكل، لانك انت كنت هتفضل تلعب كوره اللعيبه نفسها في السيزون لحد 12 اغسطس اللي هو نهايه دوره الالعاب الاولمبيه. فانت ممكن تلعب السيزون لحد اغسطس وتاخد الراحه السلبيه من اغسطس وتبدا في 9 تاني عادي الدوري بتاعك، ويبقى الموسم عادي جدا. واعتقد انه كل البطولات القاريه هتتمد للفتره دي، يعني دوري ابطال اوروبا النهارده اتاجل لاجل غير مسمى فهيتمد الفتره دي، دوري ابطال افريقيا هيتاجل للفتره دي. بالظبط، كله هيتمد، هيتزق، كله هيتزق شهرين ويروح دلوقتي. شهرين اللي هم الشهرين اللي هو مارس وابريل. مظبوط، فهيروحوا بدلهم 6 و7. انت مزبوط. كنت بتنهي الموسم في نهايه مايو، لا هتنهيه في نهايه 7 وخلاص الموضوع هيبقى بسيط يعني ان شاء الله باذن الله. بس في الاساس وفي الاولويه انك تلحق تحد من انتشار الفيروس، هو الاساس والاولويه في العالم كله، ان انت تعرف ايه اللي حصل. انما انت طول ما الدنيا ماشيه كده فما انت عايز تعرف ايه اللي حصل.
مش الناس تخف الاول وخلاص الموضوع. لا الناس تخف يعني اقصد الناس تخف يعني الناس تخف يعني اقصد لا اقصد اللي حصل والناس يعني تلاقي حل للموضوع. بمجرد ما تلاقي حل للموضوع اعتقد كل حاجه يعني هترجع الدنيا زي ما كانت يعني بإذن اتمنى الله. ترجع القريب يعني ان شاء الله يا رب باذن الله. طيب النهارده لما اتحاد الكره خد القرار ده هل عندك رؤيه او عندك معلومات عن فكره ان الاتحاد بيجتمع او بيتكلموا مع بعض في الافكار الفتره الجايه؟ هل الكلام متستطلعوا راي الانديه الفتره اللي جايه؟ لا اعتقد ان هم عملوا اجتماعات او عندهم وجهات نظر لاستكمال المسابقه وما عندهمش نيه. بص هي المسابقات اللي اعتقد ان هي خلاص لغيت مسابقات القطاعات للناشئين كلها. الناشئين اعتقد ان دي خلاص انتهت. ده كمان مش منافسات. في مسابقات في الدرجات الاخرى كان فاضي فيها اسبوعين وثلاثه دي هتكمل بالزبط. يعني دي هتكمل سهلة. سهله جدا. هو دوري الدرجه الاولى بس اللي كان فيه عدد اسابيع كتير جدا في الدور كله الدور الثاني كله 16 ماتش واعتقد محتاج شهرين على الاقل عشان يخلص او شهرين ونص. فده اللي هيبقى فيه الازمه وده اللي بيفكروا يعملوه ازاي. ولكن اعتقد مفيش التزامات للمنتخب، مفيش التزامات للمنتخب الاولمبي كله. التزامات الانديه هم ماتشين يعني سيمي فاينل وفاينل. فانت لو لعبت في شهرين ممكن تلعب، لو لعبت كل اربع ايام ماتش او كل ثلاث ايام ماتش زي ما بتلعب هتلعب في الشهر سبع ثمان ماتشات هتخلص ماتش الدوري في شهرين ان شاء الله. فاعتقد انه الموضوع هم عاملين جدول بس طبعا الجدول كل شويه بترحل كل شويه بترحل لحد ما نعرف هنبدا امتى. خلصنا برجلينا. بالظبط. باذن الله. طيب التاجيل ده كده هيتبعه تغييرات في الفتره اللي جايه، فيما معناه ان انت اكيد كان عندك انتخابات المفروض كانت هتتعمل بعد الدوره الاولمبيه، وده مش متعلق باتحاد الكوره، ده كان متعلق بكل الاتحادات الرياضيه. تاجيل الاولمبياد ده اكيد بقى هيبقى هيتبعه تعديل في القانون، هيتبعه تعديل في الانتخابات. ايه المتوقع؟